في الحلقة ما قبل الأخيرة، كانت هناك حفلة خاصة لابن ياميلي، وسيتفوق على والده في الغناء. وفي هذه الأثناء ستجد الشرطة الدلائل عن جرائم تشارلي، وستذهب للحفل من أجل القبض عليه. لكن تشارلي سيهرب من هذه الحفلة وسيقوم بخطف ياميلي، ويبدأ بتهديدها بالسلاح من أجل التنازل عن الدعوة لدى الشرطة. عائلة ياميلي يبحثون عنها. إيريك يتصل بجدته ويسألها عن مكان تشارلي، لكنها ستكذب وتقول أنها لا تعرف مكانه. وبعدها سيتصل إيريك بابنة تشارلي فيفيانا، وستخبره عن مكان تشارلي. تشارلي يصرخ على ياميلي ويقول لها لماذا فعلت هذا، وسيقوم بضربها كذلك. في نفس الأثناء، العائلة مجتمعة مع الشرطة من أجل إيجاد ياميلي بمساعدة إيريكو وفيفيانا التي أخبرتهم بمكان والدها. وستذهب الشرطة إلى عين المكان وسيجدون تشارلي، لكنه سيهدد الشرطة بقتل ياميلي، من ثم سيهرب. لكن سيجتمعون عليه الشرطة. ياميلي ستقوم بعد تشارلي وستنجح بالهروب منه، وتأخذ السلاح وتقوم بتصويبه عليه. سيتأسف تشارلي عندها على ما فعله بها، ومن ثم تقبض عليه الشرطة. إيريك وأخوانجو سعيدان بعودة ياميلي، وبعد مرور سنتين ستقوم ياميلي وابنها إيريك بالصلاة على أبويها وجدتها. إيرما حبيبة أخوانجو القديمة سعيدة مع أبوها وكذلك بحملها. أخبار المكسيك كلها تتحدث عن جرائم تشارلي وأفعاله، وأنه قد سرق أغنيته المشهورة من ياميلي. أحد السجناء وهو صديق تشارلي سيخبر القاضي بأفعاله، أي تشارلي. وفي جو من الندم والحزن، تذهب أم تشارلي لزيارة ابنها داخل السجن، وسيخبرها بندمه على ما فعله بكل الأسرة وبياميلي. ياميلي سعيدة جدا بطفل حبيبها أخوانجو. الكل يحتفلون باجتماع العائلة. إيريك مشهور كثيرا، وذلك بمساعدة أمه ياميلي، وسيغنون مع بعض ياميلي وإيريك وأخوانجو. أحد الفرق المشهورة تفاجئهم بحضورها، والعائلة كلها سعيدة والكل يرقصون على أغنياتهم. وهكذا انتهت الحلقة الأخيرة من مسلسلكم الرائع لحن الانتقام. شكرا على حسن المتابعة، ونلتقي في فيديو آخر إن شاء الله.